وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فكما أن هذا الرهق قد بلغ بهم منتهاه في الدنيا فإنه شر وبلاء في الآخرة، وذلك يوم يحشرهم الله جميعا. فهذه الآية تفسر بالآية التي في سورة الأنعام، قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، استمتع بعضهم ببعض، فهذا الجني يفتخر ويزهو ويطغى حينما يستعاذ به فيرى أن له قدرا ومكانة وقوة، وأما الإنسي فيستمتع بالأمان في ظنه بهذا السيد. استمتع بعضنا ببعض، ومهما استمتع العاصي بما هو عليه فهو استمتاع شسي سرعان ما يزول. ولذا قال تعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.